في قديم الزمان، منذ آلاف السنين، عاش ملك عادل وكريم، وكان مقر ملكه في بيت المقدس. هذا الملك هو سيدنا سليمان عليه السلام، وهو ابن النبي داود، وقد ورث عن أبيه الملك والنبوة. علم الله نبيه سليمان لغة الطير، فكان يفهم ما تقول. يا الله، ما أجمل هذا! اذكر لي قصة يا جدي عن ذلك. حسنا يا أحمد. ذات يوم وهو في حديقة قصره مع جنوده، إذا به يسمع زقزقة عصفور وعصفورة. قال سيدنا سليمان لجنوده المحيطين به: أتدرون ماذا يقول هذا العصفور لهذه العصفورة؟ الله ونبيه أعلم. فقال سيدنا سليمان مبتسما: إنه يطلب خطبتها ويعرض عليها السكن في أي بيت تريد. وقد آتى الله سيدنا سليمان كل ما يحتاج لتثبيت ملكه واستتباب أمره، فأيده بكثير من الجنود والآيات. وفي أحد الأيام كان سليمان سائرا بجنوده من الإنس والجن، وكانت الطير مظللة لهم بأجنحتها، حتى وصل إلى واد فيه نمل كثير. سمع سليمان نملة تحدث أخواتها، فأمر جنوده بالتوقف وأنصت لحديثها: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم مخافة أن يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فدخل النمل إلى البيوت بسرعة. ابتسم سليمان عليه السلام ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إنها قصة جميلة. نعم يا أحمد. وبعد زمن قصير عاد سليمان إلى مملكته، وتفقد حاشيته من الجن والإنس والطير، فلم يرى الهدهد. سأل سيدنا سليمان: ما لي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين فلا أراه بحضرتي؟ فسرت الهمهمة في الحاشية، وقال طائر لآخر: هل رأيته؟ لا، عندما عدنا لم يكن معنا. غضب سليمان غضبا شديدا وقال: والله لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، إلا إذا أتاني بحجة قوية تنجيه مما هو فيه. وماذا فعل الهدهد؟ بعد قليل سارت الهمهمة مرة أخرى. قال أحد الطيور: ها هو الهدهد لقد جاء. ودخل الهدهد على سليمان خائفا وجلا، فقال له سيدنا سليمان بغضب: أين كنت أيها الهدهد؟ فقال الهدهد خائفا من غضب سيدنا سليمان: أيها الملك الكريم، لقد جئتك من سبب خبر أكيد. فقال سيدنا سليمان: وما هذا الخبر أيها الهدهد؟ في سبأ قوم ملكوا عليهم امرأة اسمها بلقيس، لها عرش عظيم من اللؤلؤ والماس والذهب. إنهم قوم يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن عبادة الله الخالق الرازق. يا لجحود هؤلاء القوم، وما أغرب ما يصنعون! ألا يسجدون لله الذي يخرج النبات من الأرض والمطر من السماء، ويعلم ما يخفون في صدورهم وما يعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أطرق سليمان برأسه مفكرا، ثم قرر أن يرسل لها كتابا يدعوها فيه وقومها إلى الخضوع لطاعته وسلطانه والمثول لأوامره، حتى يعبدوا الله بدلا من أن يعبدوا الشمس. وقال للهدهد: أيها الهدهد، سنرى عما قريب أصدقت أم كنت من الكاذبين.
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم انتظر غير بعيد لنعرف ردهم. سمعا وطاعة أيها النبي والملك الكريم. انطلق الهدهد مجتازا المسافات الطويلة بين بيت المقدس واليمن، مارا بالجبال والأودية والسهول، حتى وصل إلى سبأ، فرفرف مقتربا من القصر، ودخل من إحدى نوافذ القصر، فوجد بلقيس وقد كانت في خلوة مع نفسها. ألقى الهدهد بكتاب نبي الله سليمان إليها، وانتظر جانبا حتى يسمع ردها. تعجبت بلقيس من هذا، فهي المرة الأولى التي ترى فيها طائرا يحمل كتابا، فعلمت حينها بأن مرسل هذا الكتاب هو ملك عظيم، لأنه لم يبعث كتابه بالطرق العادية، ولم يكن رسوله عاديا، بل هو طائر. وعلى الفور أمرت بلقيس بجمع أمرائها ووزرائها وكبار حاشيتها. وماذا قالت لهم يا جدي؟ قالت بلقيس: أيها القوم، لقد ألقي إلي كتاب كريم. وما فيه أيتها الملكة الجليلة؟ إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ويأمرنا فيه ألا نستكبر عن طاعته وامتثال أوامره، وأن نقدم عليه سامعين مطيعين. وماذا قررت أيتها الملكة؟ ما كنت قاطعة أمرا ولا متخذة قرارا إلا بعد مشورتكم، فبماذا تشيرون؟ أيتها الملكة الجليلة، إننا أولو قوة وأولو بأس شديد، وإن شئت قتاله قاتلناه، والأمر أيتها الملكة العظيمة يعود لك وحدك في النهاية، فانظري ماذا تأمرين. أيها القوم، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون بنا، وأرى أن نرسل له بهدية، وسنرى ما يكون رده على رسلنا. أما الهدهد فقد أسرع إلى نبي الله سليمان لينقل إليه أخبار الملكة وما قررت أن تفعله، فكان سيدنا سليمان عليه السلام على أتم الاستعداد لاستقبال الرسل، وعندما وصل الرسل خرج إليهم سيدنا سليمان بوجه بشوش مرحبا بهم. عندئذ قدموا هديتهم راجين أن تنال منه رضا وقبولا، لكن سيدنا سليمان رفض هديتهم وقال: بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجعوا بهديتكم إلى الملكة، فإن الله قد وهبني رزقا عميما ومالا وفيرا، ومد لي أسباب الملك والنبوة، وآتاني ما لم يؤت أحد من العالمين. إني لا أطلب الهدايا منكم، وإنما أطلب منكم أن تعبدوا الله الواحد، وأن تأتوني وملكتكم طائعين، وأن لم تفعلوا ما آمركم به لنأتينكم بجنود لا قبل لكم بها ولا قدرة لكم عليها، وسنخرجكم من سبأ أذلة خاضعين. عاد الرسل بهديتهم إلى اليمن، وأخبروا بلقيس ما كان من خبر سيدنا سليمان معهم وما توعدهم به من القتال. قررت بلقيس أن تذهب إلى سيدنا سليمان هي وقومها متحاشية بذلك غضبه، ومعلنة له الخضوع والطاعة. سمع سليمان بقدوم بلقيس، فأراد أن يفاجئها بإحضار عرشها لمملكته ليريها ما أنعم الله عليه. قال سليمان لجنوده: من يستطيع منكم أن يحضر لي عرش بلقيس قبل قدومها؟ قال عفريت من الجن: أنا أحضره لك قبل أن ينفض مجلسك. وكان مجلس سليمان
يبدأ من أول النهار إلى قريب الزوال. فقال شخص آخر: أنا أيها الملك الكريم آتيك به قبل أن تغمض جفنك. انبهر سليمان عليه السلام عندما رأى عرش بلقيس أمامه في طرفة عين، فشكر الله على ما أيده به من الجنود والمعجزات. أمر سيدنا سليمان جنوده أن يغيروا في زينة العرش ليختبر ذكاء بلقيس وفهمها. فلما أتت بلقيس وعرض عليها العرش دهشت لشدة الشبه بينه وبين عرشها الذي خلفته في اليمن، ولم تكن تعلم أن أحدا يقدر على هذا الصنع العجيب. وكان سيدنا سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج وأجرى الماء تحته، ثم أمرت بدخول الصرح، فلما رأته ظنت أنه بحر تتلاطم فيه الأمواج، فكشفت عن ساقيها، فقال لها سليمان: إنه صرح ممرد مبني من زجاج أبيض. فانكشفت الغمة عن ناظريها وعادت إلى رشدها وقالت: ربي، إني ظلمت نفسي بأن عبدت الشمس دونك وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذه هي قصة سيدنا سليمان مع بلقيس. إن هذه القصة ممتعة جدا، ونستفيد منها الكثير من العبر. ومن القصص التي ذكرها القرآن الكريم عن حكمة سيدنا سليمان أنه في ذات يوم كان يحضر أحد مجالس القضاء التي يعقدها والده داود عليه السلام، وكان أمامهما خصمان. قال الأول: إن بستانا لي أينعت ثماره وأزهرت أشجاره، دخلته أغنام خصمي فأكلت ثماره وأبادت زرعه. أما صاحب الغنم فلم تكن لديه حجة قوية، فحكم داود بالغنم لصاحب البستان تكون له حلالا طيبا لقاء ما فعلت أغنام خصمه ببستانه. استأذن سيدنا سليمان أباه بأن يدلي برأي، فأذن له أبوه، فقال سيدنا سليمان: يا أبتي، إني أرى أن تعطي الأغنام لصاحب البستان فيستفيد من ألبانها وأولادها، وتعطي الأرض لصاحب الغنم يعتني بها ويحرثها حتى تعود كما كانت، ثم يأخذ كل واحد منهما ملكه الذي كان يملكه. أعجب القوم بحكمة سيدنا سليمان، وأقره أبوه داود على حكمه، وانصرف الخصمان راضيان بهذا الحكم. إنه حكيم جدا عليه السلام. نعم يا أحمد، ومن حكمة الله عز وجل أن جعل في وفاة سيدنا سليمان العظة والعبرة. وكيف ذلك يا جدي؟ كانت الجن تدعي أنها تعلم الغيب، وحتى يبين الله كذبهم توفي نبيه سليمان وكان جالسا متكئا على منسأته. وماذا تعني منسأته يا جدي؟ المنسأة هي العصا التي يتوكأ عليها. فحضره الموت وهو على هذه الهيئة، وبقيت الجن مسخرة في الأعمال الشاقة، فأخذت دودة الأرض تأكل من منسأته حتى انكسرت. فوقع سيدنا سليمان، فعرفت الجن حينها أن سيدنا سليمان قد مات. إنه دليل أكيد على أن الجن لا تعلم بالغيب، فلو كانت كذلك لعرفت بوفاة سيدنا سليمان منذ البداية. أحسنت يا أحمد، أحسنت. إن هذه القصة ممتعة جداً، ونستفيد منها الكثير من العبر.